Welcome to our closing session. نرحب بكم في هذه الجلسة الختامية ألف 2023. أدعو السادة الحضور إلى أن يأتوا إلى المسرح. دكتور توماس فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة أصحاب السمو، الزملاء الكرام، السيد صاحب المعالي السيد سالم القاسمي وزير الثقافة، السادة المسؤولين ومدراء، السيد مدير مؤسسة دائرة التنمية الثقافية، دائرة الثقافة في أبو ظبي، السيد محمد الكعبي، السادة الزملاء والمدراء، والسيد المدير التنفيذي، أصحاب السعادة والزملاء، السيدات والسادة، ربما لا تشعرون بما أشعر به من سرور وفرحة بوجودكم معنا في هذه الفعالية. تلك الفرحة التي شعرنا بها على مدى اليومين التاليين، وكنا التقينا في منتدى سابق منذ سنتين، والآن نريد أن نجدد هذا العهد من التاريخ وأن ننطلق به في اتجاهه الصحيح. والأمر بقية الأمر ليس تاريخا فقط، وكنا نتحدث مع بعض الزملاء وكنا نجري بعض من دراسات الحالة مع ألف، كيف بدأت، كيف أنها مؤسسة محظوظة، كيف أنها استطاعت أن تأتي بالأعضاء المحظوظين مع بعضهم إلى بعض، وكيف استطعنا أن نحقق منتجا رائعا، وبفضل القيادة الرشيدة في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا استطعنا أن نحقق هذه النتائج الرائعة التي استطعنا أن نحققها وأن نسعى بها من الحسن إلى الأحسن. مؤسسة ألف أصبحت مرادفة للسرعة والتعاون والمسؤولية والاستجابة، والأثر القوي منذ العام 2017، منذ أن انتقلنا من تمبوكتو إلى خرسون إلى أبيجان، تلك المؤسسة قدمت ما يزيد على 200 مشروع في ما يزيد على 30 دولة، وهذه كلها تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي في أوقات الأزمات والصراعات، وهذا أمر تركز فيه على العمل ثم العمل ثم العمل. وقد استطاعت ألف أن تطور العديد من المفاهيم وأن تحقق الكثير من النتائج في كثير من خطط العمل التي استطعت أن تتدخل بها في كثير من أوقات الأزمات، وبان ذلك في العام 2020 مع جائحة كورونا وما نفذته من أعمال على الأرض في الميدان، وكذلك مع الأزمة الأوكرانية. وكان من الأمور المشينة في العام 2022 ما شهدناه من حرب في أوكرانيا، ثم ما شهدناه كذلك من جهود في تركيا وسوريا في العام 2023 من جهود مشرفة بذلتها مؤسسة ألف. وأعبر عن امتناني لكل مشارك منكم وكل عضو وكل واحد من أولئك الذين عملوا في مشاريع ألف في كل أنحاء العالم، رجالا ونساء على الخطوط الأولى،
الذين ظلوا يعملون يوما بعد يوم في ظروف مليئة بالتحدي، واستطاعوا وكانوا جاهزين للتضحية بحياتهم ومواجهة تلك المخاطر من كل نوع في هذا الصراع الوجودي وهذا الجو المشوب بالغموض. سعينا جميعا للحفاظ على هذا التراث العالمي، وتلك هي رسالتنا المشتركة ومشروعنا النبيل. فما زال لدى مؤسسة ألف جيش من المتطوعين الذين يسعون تحقيق أهدافها، وبتنظيم هذا الحشد الرائع أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها والمسؤولين الذين ساهموا في هذا العمل، وأود أن أشكر رئيس هذا الحشد الرائع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. ونتحدث كذلك عن هذا الدعم المنقطع النظير الذي تلقيناه من الرئيس ماكرون رئيس فرنسا لقيادته لتلك الجهود التي تلقيناها والتي بذلناها. وكذلك الجهات الراعية، نود أن نشكر المملكة العربية السعودية وما بذلوه من جهود وما قدموه من دعم شكرا جزيلا لصاحب المعالي وزير الثقافة الذي شرفنا بالحضور اليوم ولموقفه الرائع الذي وقفه معنا ودعمنا بصفته سفيرا لليونسكو في باريس. نشكرك شكرا جزيلا لتلك الجهود. نشكر كذلك دائرة الثقافة والسيد محمد المبارك الذي كان له الفضل في تقديم الدعم لمؤسسة ألف. وتلك الجهود الرائعة التي بذلها أخي محمد وفريقه كذلك، و غيره من أعضاء الفريق الذين ساهموا بجهود كبيرة ورائعة في إنجاح جهودنا وعملنا. شكرا ريتا، فقد شاركت معي في كثير من الأماكن وأصبح اسمك مرادفا ومرتبطا بمتحف اللوفر في أبوظبي، فشكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا ل سكرتارية ألف الذين بذلوا جهودا ضخمة، وأعبر عن شكري وامتناني للمسؤولين الفرنسيين الذين استطاعوا أن يقدموا مزيدا من التواصل والترابط بين الطرف الفرنسي ومؤسسة ألف. وفي الختام لدينا تعبير، أود أن أشكر من استطاع أن يأتي بتلك الفكرة الأساسية التي على أساسها أنشئت مؤسسة ألف، وهو صديقي مارتينيز. استطعنا أن نقدم هذه المؤسسة إلى أن نأتي بها إلى الوجود بفضل جهوده، وكذلك منتدى ألف الذي ننشئه و
نحقق به هذه النتائج الرائعة. ومن تلك الجهود وهؤلاء المشاركين الذين استطاعوا أن يساهموا في تلك الاستجابة وتلك الجهود التي نبذلها وفقا لإدارة المشاريع بناء على المبدأ مبدأ أفضل الممارسات. لدينا مشاريع في أماكن كثيرة في العراق وفي أفغانستان وفي اليمن، وعلى المستوى الاستراتيجي استطعنا أن نركز على مناطق الصراع والأثار المتعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستطعنا كذلك أن نساهم في بناء السلام، وتحدثنا عما ينبغي علينا أن نفعله فيما بعد في ألف، وكذلك نحتاج أصدقاء جدد وأن نبدأ بإنشاء علاقات وتوسيع علاقات مع أشخاص آخرين ومسؤولين آخرين حول العالم، وأن نهتم بقضايانا ونحقق مزيدا من النجاحات. وبهذه الجهود ستستمر مؤسسة ألف في النمو والنجاح. ولدي العديد من اللقاءات والمقابلات لأننا نعمل في قطاع يشهد نموا، وأحيانا الوقت والظروف ربما تتطلب مزيدا من الجهود من مؤسسة ألف، وحلفاؤنا ربما يوسعون شركائنا وأعضاءنا بضم دول جدد وأعضاء جدد وأماكن جديدة، وخصوصا في قارة إفريقيا. نريد أن ننشئ أو أن نؤسس عددا كبيرا من العلاقات مع أطراف جدد على كل الجبهات في أماكن مختلفة، ونتحدث عن التغير المناخي وآثاره وتوابعه، وخصوصا في الأماكن التي ربما تشاهد أو تشهد نزاعا أو صراعا. السادة أصحاب المعالي والزملاء، نود أن نلتقي معكم في أماكن جديدة في شهر نوفمبر في المؤتمر أو قمة المناخ التالية في نوفمبر التي تنعقد تحت لواء الأمم المتحدة، وأن نلتقي تحت شعارنا الذي هو العمل ثم العمل، ونريد أن نهتم بهذا العمل الذي نهتم فيه بالحفاظ على الحضارة البشرية. شكرا جزيلا على جهودكم. شكرا جزيلا لجون، وأود أن أدعو إلى المسرح السيد سالم القاسمي وزير الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أصحاب السعادة، الزملاء، أنا لدي الشرف أن أتحدث إليكم اليوم. في البداية أود أن أهنئ ألف ودائرة الثقافة والسياحة على استضافة ألف لهذا المنتدى في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، ونحن نلتقي في نفس المدينة وقد التقينا منذ 7 سنوات، لأن فكرة التمويل قد بدأت هنا. لقد بدأ الأمر في ديسمبر 2016 بعد المؤتمر الدولي للمواقع التراثية المعرضة للخطر أثناء مناطق الصراعات، والفكرة قد أصبحت واقعاً
عندما قمنا وقد قمنا بتأسيس ألف في مارس 2016، ونظرنا إلى هذا المؤتمر لمدة يومين. لن أبالغ أن نقول قد أدركنا كثير من الأشياء وحققنا كثير من الأشياء في وقت قصير. فقط في 6 سنوات فإن هذه المؤسسة قد نجحت في تحقيق أهدافها وقامت بالحفاظ على مواقع تراثية في مناطق الصراعات. لقد قمنا بالتعهد ب 90 مليون دولار من قبل الجهات، وأن هذا الرقم قد ازداد في أول دورة للمبالغ والمتبرع بها. بالنسبة لمتحف الرقة وموصل وأيضا ألف، قد كانت لها دورا كبيرا في إعادة بناء المشاريع وإعادة تأهيل المشاريع عبر مجموعة متنوعة من المواقع التراثية التي تحمل قيمة كبيرة للبشرية. وكذلك أيضا سوف تستمر في التمويل وتقوم بإطلاق المبادرات المستدامة حتى تقوم بحماية الثقافة المتنوعة وكذلك استغلال قوة التراث من أجل السلام والاستدامة لكافة المجتمعات. ومع أكثر 180 مشروعا في أكثر من 30 بلدا، فإن ألف لا تهتم فقط بإحياء مواقع التراثية ولكن أيضا بناء القدرات وبناء الثقافة وكذلك بناء مجتمعات قابلة على استعادة أنفسها. وكذلك أنه من المفرح أن نرى كيف أن المجتمعات المحلية تقوم بحفاظ على مواقع التراثية وكذلك وهي أيضا عاملا للتغيير وهي جزء أساسي من عمليات إعادة التأهيل. من الهدف في 2023 حتى 2027 أننا سوف نقوم بالتركيز على الحفاظ على تلك التراث والتعاون مع اليونسكو. توافقا مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ، فإن الدولة تقوم بالتركيز من خلال ألف على التغير المناخي وكذلك حتى تقوم بتمكين المجتمعات المحلية حتى تقوم بالحفاظ على التراث المحلي. وكذلك من الجيد أن نسمع أن شركائنا فهم يشاركون في التصدي للتغير المناخي وإيجاد حلول لتلك الأزمة. على مدار هذين اليومين فكنا قمنا بإطلاق الكثير من المناقشات حول أثر التغير المناخي على التراث، ولقد لدينا قدر كبير من المشاركات. وأيضا التغير المناخي يمثل أو يضع تهديدا على المواقع التراثية. دولة الإمارات قد تعاونت مع المجتمع الدولي حتى تأكد أن التحديات المفروضة من قبل التغير المناخي نعملها كأنها حالات الطوارئ. وهذا هو 2023 وهذا هو عام الاستدامة، وكذلك نحن نريد أن نقوم بالتصدي لدرجات الحرارة المرتفعة وأثر هذا على الحياة وكسب القوت. إن مؤتمر المناخ القادم هذا العام سوف نقوم بدفع الحوار ونبحث عن الحلول التي ينتفع بها البشرية. أيها السيدات والسادة، هذا المنتدى فهو يوضح مدى ثقتنا في ألف لأنها هي عبارة عن تحالف قويا ودوليا، وسوف نستمر في إطلاق الحوار المثمر ونقوم بالحفاظ على السلام والاستدامة. أود أن أشكر جميع المتحدثين الذين قاموا بمشاركة أفكارهم وكذلك أيضا أثر هذا على عملية السلام والمبادرات. وأخيرا أود أن أيضا أشكر معالي محمد المبارك ودكتور توماس وفريقه وأيضا رئيس مجلس إدارة ألف على تسهيل هذا الأمر. إذن معا وبشكل متواحد ومتوحد سوف نجعل هذا العالم عالم أفضل، وكذلك أيضا من أجل المستقبل نتمنى أن نقوم بتأمين البشرية. وشكرا جزيلا.